شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال. نذكر بأنه الشبكة ديال المطارات في المغرب فيها 25 مطار، منها 19 مطار دولي، وتتوفر طاقة استيعابية تتبلغ 39 مليون مسافر في السنة. والمكتب الوطني للمطارات تيبرمج الاستثمارات ديالو في مجال توسيع المنشآت وفقا لمقتضيات المخطط المديري للمطارات، للهدف منه برمجة الاستثمارات حسب الحاجات المرتبطة بنمو الحركة ديال النقل الجوي على المدى الطويل. في إطار المخطط المديري تقوم المكتب الوطني حاليا بشغل المحطة الجديدة لمطار رباط سلا، وتيحضر لتوسيع محطات مطار تطوان ولمواكبة خارطة الطريق لقطاع السياحة 23-26، ونظرا للنمو المرتقب لحركة النقل الجوي تستعد المكتب لتوسيع كل من مطارات طنجة وأكادير ومراكش. كما يعمل المكتب على إنجاز دراسة تتخص توسيع مطار الدار البيضاء بهدف مواكبة المخطط الاستراتيجي لشركة الخطوط الملكية المغربية، موضوع العقد البرنامج الجديد بين سنة 23 وسنة 37. وشكرا.